ظهور نساء كاسيات عاريات، ومن علامات الساعة انتشار التبرج والسفور، وخروج نساء يظهرن بألبسة ضيقة تصف أجسادهن، أو يظهرن بألبسة شفافة تظهر عوراتهن في الجلوس والمشي. فهي كاسيات من حيث الظاهر، لكنهن عاريات لضيق لباسهن وتجسد عوراتهن. ومن علامات الساعة اتباع سنن الأمم السابقة، وهي من أعظم الفتن التي ابتلي بها المسلمون، فتنة التقليد الأعمى والتشبه المقيت بعادات وأخلاق اليهود والنصارى أو غيرهم من الكافرين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فريقا من أمته سيقلدون الأمم الضالة من اليهود والنصارى في عاداتهم وتقاليدهم وطبائعهم وحياتهم. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقالوا: يا رسول الله، الروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك، وقد وقع معظم ما أنذر به النبي، وسيقع بقية ذلك كما أخبر في الحديث الآخر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وتقليد اليهود والنصارى المذموم ليس المقصود به أن نتبادل معهم التجارة العلمية ونستفيد من خبراتهم واختراعاتهم والتنظيمات الإدارية وغيرها مما لا يخالف شرعنا، وإنما التقليد المذموم أن نقلدهم في لباسهم وعاداتهم وتقاليدهم وكيفية تعاملهم الاجتماعية من اختلاط ونزع للحجاب أو أنظمتهم المالية المخالفة لديننا كالربا وغيرها. ظهور نساء كاسيات عاريات، ومن علامات الساعة انتشار التبرج والسفور، وخروج نساء يظهرن بألبسة ضيقة تصف أجسادهن، أو يظهرن بألبسة شفافة تظهر عوراتهن في الجلوس والمشي. فهي كاسيات من حيث الظاهر، لكنهن عاريات لضيق لباسهن وتجسد عوراتهن وظهور المفاتن التي تلفت الأنظار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنبة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. المائلات أي المنحرفات عن طاعة الله، غير مستقيمات على طاعته. المميلات أي ينحرفن بغيرهن فهن فاسدات مفسدات، رؤوسهن كأسنبة البخت أي تلبس فوق شعرها ما يجعل رأسها كأنه سنام البعير مرتفعا. تطاول الحفاة العراة رعاة الشاة بالبنيان، من علامات الساعة التي ظهرت وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تباهي الناس بالعمران وزخرفة البيوت بعد أن كانوا حفاة عراة يرعون الغنم، وذلك بعد فتوحات المسلمين وكثرة الخيرات والأموال وشيوع التنافس على الدنيا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل ومجيئه للرسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، فأخبره عن أماراتها وذكر منها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان. وفي رواية أخرى: ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس. فذاك من معالم الساعة وأشراطها. قيل: يا رسول الله، من أصحاب الشاة والحفاة العراة الجياع؟ قال: العرب. ولا شك أن بناء البيوت والعمارات ورفعها ليس محرما إذا كان فيه نفع وليس للفتفاخر والخيلاء والكبر. والتطاول في البنيان يكون بكثرة طبقات البيوت ورفعها إلى فوق، ويكون بتحسين البناء وتقويته وزخرفته وتذويقه، ويكون بتوسيع البيوت وتكثير مجالسها ومرافقها. وكل ذلك واقع في زماننا الحالي، فقد كثرت الأموال وبسطت الدنيا على الناس. والمقصود أن رعاة الغنم من سكان البادية
يتركون هذا ويتحولون للتطاول في البنيان والتنافس على وجه الكبر والخيلاء في بناء البيوت والعمارات والأبراج كذلك، فكل واحد منهم يريد أن يكون بناءه أعلى من بناء الآخر، حتى أصبحت بعض البلاد العربية مشهورة الآن بتطاول بنيانها. تسليم الخاصة. شرع الله السلام ليكون علامة على محبة ووصال بين الناس، فيسلم الصغير على الكبير، والغني على الفقير، والعربي على الأعجمي، والأبيض على الأسود، وأن تسلم على من عرفت ولم تعرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي علامات الساعة تسليم الخاصة، وهو أن لا يلقي الرجل السلام إلا على من يعرفه، ويدع السلام على من لا يعرف، مع أن السنة أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد ورد في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي السلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فشو التجارة ومشاركة المرأة زوجها في التجارة وسيطرة بعض التجار على السوق. ومعنى انتشار التجارة وفشوها اشتغال أكثر الناس بها لسهولة أمرها، حتى تشترك المرأة مع زوجها في إدارتها. وقد جاءت هاتان العلامتان في حديث واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع الرجل البيعة فيقول: لا حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم كاتبة لا يوجد. يفهم منه أن تجارا كبارا ولعلهم أصحاب رؤوس الأموال، أو أنهم الوكلاء المعتمدون للسلع تصديرا واستيرادا، لعل هؤلاء هم الذين يسيطرون على السوق ويتحكمون في الأسعار، فلا يستطيع التجار الصغار التصرف بتجارتهم إلا بإذنه، أو يشترط عند البيع إثبات الخيار لتاجر آخر. وقوله يلتمس في الحي العظيم الكاتب لا يوجد، مع إخباره صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بانتشار الكتابة، يفهم منه انتشار أجهزة الكتابة الحديثة من أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول وأجهزة ترجمة الصوت إلى نصوص مكتوبة وما شابه ذلك، فينشأ جيل لا يعرف الكتابة باليد ولا يتقنها. أو لعل المراد بالكتابة هنا من يكتب عقد التجارة ويتقن شروط البيع وأحكامه، فيكتب بين الناس احتسابا غير طامع في المكافأة. شهادة الزور. وشهادة الزور هي أن يكذب الإنسان في شهادته على الآخرين، فيشهد أن فلانا له حق على فلان زورا وبهتانا، وهي من كبائر الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قالها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان جالسا واتكأ فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وانتشارها وتساهل الناس بها من علامات الساعة كما أخبر النبي فيها. وقال: إن بين يدي الساعة، ذكر منها شهادة الزور. وشهادة الزور ليس خاصة بالشهادة عند القاضي أو الحاكم، بل هي عامة في كل شهادة، كشهادة الناس بين بعضهم البعض، وكشهادة الموظفين في الشركات والمؤسسات عند مسؤوليهم، وشهادة الطلاب في المدارس والجامعات، وشهادة الأولاد عند والديهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور أو أكل حقوق الناس بالحلف كذبا أو بهتانا، فقال: من اقتطع حق مال مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم. انسى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعم الفيديو بالاشتراك في القناة والتعليق تشجيعا لنا، واضغط على زر الإعجاب لنرى عدد المسلمين الذين يشاهدون هذا الفيديو.